بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو إبراهيم في سلسلة فيديوهات الخاصة بصفحة العلوم العامة للتكنولوجيا والجرافيك. اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي إكراما وتعظيما لوجه الله وصدقة جارية على روح أمي وروح أم زوجتي. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات الناس أجمعين. اليوم إن شاء الله هنعمل فيديو جديد خاص بإضافة أداة لبرنامج الريفت اسمها 3D Walk Through. الأداة دي جميلة قوي، بتتيح ليك إنك تقدر تتجول في المشروع بتاعك وتتفرج عليه وتحسه كشخص، ونشوف التعديلات اللي عليها. خلونا نبدأ. هروح للمصدر الخاص بالأداة دي، أدخل الكمبيوتر، أدخل الديسك، السوفت الخاص بيا مجموعة أوتوديسك. هلاقي حاجة هنا اسمها Walk Through 3D. لو عايز تحصل عليها كيفية انك تبقى معاك زي كده، هفتح الرابط ده وانسخه كده. انا هترك لكم الرابط ده في صندوق الوصف عشان اللي عايز يحصل على الاداة. اخد الكلام ده كوبي، انت هتلاقي الرابط ده في صندوق الوصف، واروح للمتصفح الخاص بيا، اعمل لصق للرابط كنترول في وافتح كده، بيجيب لي الموقع ده، الراجل اللي رفعها على الموقع ده، Walk Through 3D فور اوتوديسك ريفت. انزل تحت سكريبشن، الوصف بتاعها بتشتغل مع الاصدارات اللي هي من 2020 لغايه 2022، وبيقول لك الفيرجن بتاعها اهو. هتلاقي كلمه داونلود، اضغط عليها هيبدا التحميل. لو انت عندك انترنت داونلود مانجر او عندك التحميل اللي هو الخاص بالبراوزر. كده عرفنا بنحصل عليها ازاي. بعد ما بتنزل عند حضرتك بتبقى بالشكل ده. خلينا نسطبها، اضغط كليك يمين عليها واقول له انستول. هنمشي مع خطوات التسطيب واحده واحده. ويلكم تو ويلك ثرو اسمها وكل الكلام ده، بيقول لك اضغط نيكست، اي اجري. الشروط بتاع تسطيبها، الشروط دي بتبقى ان دي ملكيه خاصه للشركه، انت بتستخدمها بس ما تقدرش تبيعها. انستول، بيبدا يسطب الشريط ده، انتظر لحد ما يخلص. Updating. بعد ما خلص تسطيب الشريط الخاص بحالة التسطيب بتظهر الرسالة دي Finish، بيقول لك تم التسطيب يعني Completed. هقول له Finish. دلوقتي الأداة دي موجودة فين؟ احنا خلاص عرفنا الكلام ده، هقفل هنا. توجه لي برنامج الريفت اللي هو الاصدار بتاعي 21. افتح البرنامج، بيجيب لي الانترفيس الخاص بالاصدار بتاعي. زي ما قلت لكم هي بتشتغل على 2020 لغايه 22، يعني ده 21 تنفع. انا ما عنديش الاداه دي في اصدارات اعلى من كده، يعني اللي يطلبها مني اللي هي يكون عنده 20 او 21 او 22، مفيش اي مشاكل. هي دي هتنفع الناس اللي عندها الاصدارات دي. بعد ما البرنامج فتح وجاب لي الشاشة أو الويندو اللي قدامك ده، هو بيسألك على الإضافة اللي أنت أضفتها دي، بيقول لك اسمها أهو وكل حاجة عنها، بيقول لك أعمل لها تحميل دايماً اللاوز لود ولا أخليه ذو الاختيار ده. لأ، أنت دايماً أعمل لها تحميل، فأنت اختار الاختيار ده، مش هتظهر تاني الرسالة دي. دلوقتي إحنا عايزين نجرب الأداة، البرنامج أهو، محتاج أفتح المشروع بتاعي ده اللي بشرح عليه آخر دورة، دورة ريفت الكتروميكانيك، علشان أشوف الأداة اللي أنا أضفتها. فتح لي المشروع بتاعي على الـ 3D فيو. الأداة اللي أنا أضفتها دي هلاقيها في Added Ins. افتح هنا هتلاقي ظهر لك حاجة جديدة. الأداة اللي سطبناها دي زي الأداة اللي سطبناها قبل كده، اللي هي دي الـ PIM Project دي، وزي بلوكس دي، تمام؟ ودي مثلا خاصة بالنيفس، شوية حاجات كده، أي حاجة بتضيفها زي كده بتبان في الأدد إنس دي. طيب أنا عايز أشغل الأداة دي وأستخدمها على الموديل بتاعي ده، هضغط على أوبن وتعالوا نجربها. فبيفتح لي النافذة الصغيرة دي، بيقول لي اسمها وبيقول لي سيف أز. أنت عايز تسيف الورك ثرو اللي أنت هتعمله ده، هقول له على الديسكتوب وهقول له أوكي.
تمام كده، يبقى انا اديته مكان عشان انا ممكن اعمل تعديلات وارجع له تاني. وداتا اكسبورت ماشي اباوت حوالين البرنامج يعني، وبعد كده تقدر تكنسل او تقول له اعمل بقى ران. لما اضغط على ران بيبدأ شرايط كده تحمل شوية كأنه هيعمل اكسبورتنج بروجكت، هيخرجه في مشهد كده واقعي كأنك بتلعب جيمز، كأنك فاتح جيمز وبتتفرج على الموديل ده، انتظر لحد ما الشرايط دي تخلص. طبعا الكلام ده حسب سرعة جهازك وكارت الشاشة والبروسيسور والذاكرة الرامات. بدأ الشاشة دي تظهر قدامي وبدأ يوريني المشروع بتاعي، فتح لي منيو كده بيقول لي بلاي، انك هبدأ اتجول واتفرج، واقول له اوبشن او اقول له كويت اخرج. انا هقول له اوبشن اول حاجة، وتعال نشوف جنرال دي. هتلاقي هنا الدي نايت، انت عايز تغير حاجة، عايز افتح كده مثلا انهي وقت ماشي، وعايز اقول له الزاوية يعني، وبعد كده السان رايز بوزيشن وضع الشمس، عايز تشوف الظل ساوند. بعد كده ده الجنرال اول حاجة، بعد كده ويزر طقس لو انت عايز تضيف امطار، لو انت عايز تضيف سنو ضباب وهكذا. بعد كده تعالوا نشوف دي فيها سيف ماشي لايت، يعني انت بتظبط المشهد بتاعك هيبقى ازاي. خلاص انا ظبطت ده، انا كده يعتبر كاني نزلني في مكان ما، ببعد كده عشان اشوف اهو انا نزلت على الارض. دلوقتي الورك ثرو اهو بتاعي جابني عند المدخل اللي هو الماوس بتتحرك بكاميرا كده، يعني كانك بتعمل روتيت ارك. طب السهم قدام وسهم ورا كانك بتلعب جيمز. دبليو من الكيبورد بيطلع قدام، الاس بيرجع لورا، الاي بيجي يسار، والدي بيجي يمين، والسبيس بنط بس ان الشمس راحت او حاجه كده وبدا الليل كده بدات تتحرك. طيب انا عايز اتجول خارجيا الاول، ابعد شويه كده برجع لورا واتحرك كده وببص على المبنى وانا بلف كده. انا حاسس المبنى حقيقي كارتفاع، بص كده شايف الجبسون بورد الاخضر اهو ماشي كده. انا اتفرجت خارجيا، هو شاف الموديل اللي انا فاتحه، بص كده بيطلع، طلع الدرجات، شايف الخرسانه بتاعتي، شايف التشطيب بتاع السلم، كل الكلام ده. قربت كده من الباب دخلت، ادي المدخل بتاعي وادي البادي، العلاقة دي مفيش اي مشاكل فيها. تحت السلم هنا فاضي، تعالوا نخش هنا نتفرج على كل حاجة. جيبسون بورد اهو، وهنا انا عندي الغرفة بتاعت الميد، الحمام بتاعها كده مثلا، اتفرج على كل ده. اخرج بره كده، لو انتوا فاكرين ده كان المطبخ ودي الماستر وده الحمام بتاعها، كأن ده الشاور ماشي، والغرفة دي هي بتاعة الميد، والحمام بتاعها الصغير ده اهو، كأني رحت المشروع وبتفرج عليه. الأوبننج اللي أنا عملته أرك أهو، لو أنت شايفه اللي جوه ده مطبخ. تعالوا نشوف القسم ده الأول، ده كيرتن وول ازاز انا عامله اهو، اللي هو جريد بس من غير موليون، محتاج اركب موليون عند الاطراف ماشي. الجبسون بورد اللي انا عملته، وادي السقف الخرساني بتاعي، هنا هيبقى الدايننج، وهنا هعمل صالون تمام كده. وهنا ده عندي زي فراس كده انجليزي، محطيتش شباك، ممكن الغي ده واعمله كيرتن وول، وعملت ريلينج وعملت الحاجات دي، ابتدى النور يطلع اهو، اليوم بيمشي يعني. وادي الارك بتاعي، المباني كده، القسم ده اتفرجت عليه في الدور الأرضي. ده كان حمام، حمام اهو هعرف ازاي افرشه، تتخيله شايف الأعمدة وشايف الكورنر، أنا ظابط الكلام ده معماريا. اتحرك من الباب،
دي الغرفة اللي هي الكبيرة، أنا عامل فيها جبسون بورد وفاتح فتحة كده، ده اللي إحنا عملناه. طيب بقى مينفعش أعدي من الحيطة، لكن ينفع أعدي من الباب، تجول يعني بتاعي. يبقى أنا خلصت من الدور الأرضي، اتفرجت عليه السلم بتاعي أهو، أنا عايز الريلينج بس يبقى كده فعلا، كان داخل كده 10 سنتي، كارتين وول أهو اللي هو الخاص بالسلم، أه فعلا الجلسة كده تمام بالشكل ده. خرسانة أطلع القلبة التانية، طلعت كده، طلعت الدور، عملت باب هنا بالطراز بتاعي، ده شكله أحسن. التعديلات اللي أنا عملتها بفرجكم عليها بالمرة بالبرنامج ده، بفرج أجيب أوضة وعملت هنا حمام، وعندي بعد كده الأوضتين دولت اللي هما كانوا مثلث، ولو فاكرين كان هنا في معيشة خاصة بالمصنع، أنا عدلت خالص معماريا، عملت سلم بيوديني لفين؟ بيوديني للسطح تمام؟ وهنا كان في باب بس محتاج اضيفه، يعني هنا الاوضه الماستر اخشها ازاي؟ محتاجه باب. لو رجعت كده ادي المودل بتاعي، لو رحت الدور الاول محتاج هنا اضيف باب، هي الحيطه المقفوله دي. طب لو فرضنا عملت سيلكت كده، قلت له كريت سيميلر وتعالى الغي ده، سيلكت بليك كده، بصوا التعديل اللي انا عملته. لما طلعت فوق الدور الاول خليت ده حمام ودي اوضه، والحمام ده بيخدم الاوضتين دولت، اصبح عندي ده ريسبشن كبير كده وليفن، اقدر استخدم الحائط ده، او عملت سلم بقى بيطلعني فوق. خليت الجزء ده كله يخص الماستر، كوريدور، حمام، الملابس، وعملت ارك وعملت الماستر، وعملت الفكره دي، استخدمت السطح انه هقدر اخش. طب خليني اعمل سيف نشوفه هيعمل ايه. لما اعمل سيف هنشوف وانا فاتح دي ايه اللي حصل. مفيش، ماشي، يبقى كان محتاج يخرج علشان يشوف الكلام ده، خلاص. فهو ده اللي انا عملته. طيب وهنا برضو عامل كيرتن وول كده، يبقى انا اقدر استفاد بكل دي اهو، سيف بص كبير قاعد، واقدر افرشها واتفرج وكل حاجه. لو طلعت ان السلم ده محتاج هنا اربط الريلينج بتاع السلم مع الريلينج التاني، اطلع كده، اطلع بقى السطح، عندي اوبننج بيعديني يفرجني على السطح، تمام كده ماشي. يبقى انا ماليش دعوه بالجزئيه اللي جوه دي، اخشها ازاي؟ اخشها بقى من السلم اللي هو تحت، كاني عملت فيلا في الجزئيه دي، تخص الماستر وتخص الجزئيه دي، يعني كان الدور الاول ده فيلا كده. طلعت كده وعندي فراغ كده، حاجه بتطل على اللي انا كنت بره هنا، وده فتحت في البلاطه عشان وانا طالع الهيد ما اخبطش في الحته دي. عندي هنا لما اخش هنا في حمام، لوبي صغير، ادي حمام ولوبي صغير، ممكن اخلي ده اوبننج. عندي هنا بخش كده على الاوضه، الموضوع بقى جميل يعني كده، خليت الحته دي اوفيس، دخلت دي الفيلا بتاعتي. خليني اخرج كده اهو، الحمام اللي هو اللوبي. يبقى انا لو عايز اخرج، اخرج من هنا ازاي؟ عن طريق السلم. وهنا عملت شكل الكيرتن وول كده مثلا، استفاد بالنور، والاداه دي كويسه جدا بتفرج عليها. شفتوا بقى الهيد ده يخلي شخص ما ينزلش، شفت الموضوع ده افادني ازاي؟ الجبسون بورد محتاجه اظبط العلاقات دي، اقفل الكلام ده، وانا نازل كده دماغي هتخبط، هو مش راضي، مش راضي يعدي. حلوه الحته دي. طيب اللي انا دوست عليه ده كلر، لو انا عايز اغير حاجات كده كلر بانل، اقدر اعمل التعديلات اللي تعجبني يعني ماشي. وممكن ادوس على زراير تاني اجرب اشوف التولز اللي عندي كده مثلا. بصوا كده، انا لما دوست بقى كنترول، ادوس كنترول ظهر لي الماوس، وانا لما وقفت كده بيقول لي ان ده توب ريل، وبيقول لي ان ده ريلينج اصلا، بيقول لي ان دي بيزك وول، بيقول لي ان ده عمود 6، خدت بالك؟ عمود على شكل ال 25 وهكذا. انت اظهرت الماوس كده لو عايز تخفيه عشان تقدر تتجول بقى وتتحرك. انا نطيت عشان اهرب بقى، يبقى الهيد دوت عايز يتعدل. السلم هنا البادي مفيش اي مشاكل، بعيد، ادي البرور وكل حاجه.
بكده يبقى انا البرنامج ده افادني جدا. نزلت بص مفيش هنا هيد، مفيش مشاكل، ان الجبسون بورد قاطع هنا، محتاج بس اظبطه، الحته دي تتظبط، يتقفل بمرايه من هنا، ومحتاج الجبسون بورد ده اقفل العلب دي، يا اما اقفل علب يا اما اعمل بيت نور، اعمل منسوب تاني، عشان انا مستخدم ده علشان هحط فيه ال اسمه ايه ده التكييف. هنا الفراغات دي اللي عملتها، محتاج اعمل كيرتن بوكيت، شوية حاجات، خلصنا اخرج من المبنى. بيتهيألي الإضافة دي جميلة أوي وهتعجبك. لو أنا اكتفيت بيتهيألي الأداة دي ممتازة جدا في الدرس. أشكركم لمتابعتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات متقدمة خاصة بالبرامج والعلوم والتكنولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.